عن المدينة المنورة غنية بالمناطق الأثرية والتاريخية، ولإبراز هذه المناطق في مشروع جميل اللي هو ده اسمه الحافلة السياحية، بيعدي على 16 معلم سياحي في المدينة المنورة، غزوة الخندق، مسجد القبلتين، قباء، سكة الحديد حقت الحجاز القديمة وغيرها من المعالم، عشان الناس يجوا يزوروها ويشوفوها. وفي الجلسة الحلوة دي اللي هي على الهواء الطلق لما يكون جو جميل، خدمة جميلة بوفروها هنا، خدمة الإرشاد السياحي ب 16 لغة مختلفة تشرح الأماكن اللي حيزوروها. كل زائر بيحط سماعات ويختار لغته، وفي لغة كمان لغة إرشاد للأطفال، لغة مبسطة باللغة العربية. في واي فاي مجاني، وفي يعني سواقين لابسين كرافتات. نعم نعم. ماذا لو مطرت أو الشمس كذا كانت قوية؟ طبعا هنا احنا دحين رايحين على واحد من أهم المعالم السياحية في المدينة المنورة، ورانا هنا اللي هو ايش تتوقعوا اللي شايفينه دحين امامكم؟ جبل احد، جبل الرماة، وموقع غزوة احد والشهداء. ما شاء الله تبارك الله، المدينة المنورة مكان عالمي، هتشوف الزوار من كل الجنسيات، أكثر من 1 بليون مسلم تعني لهم هذه الأماكن الكثير، لأنه هذه بداية حضارة، من هنا البدايات. طبعا المكان أهم يعني مكان فيه هو الشهداء، 70 من الصحابة مدفونين هنا، وطبعا الحديث النبوي فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليه مسلم إلا ورد عليه السلام إلى يوم القيامة. الواحد لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يستشعر أن الصحابة بما فيهم حمزة يرد عليك السلام. من المعالم المهمة جداً في المدينة أيضاً البقيع. البقيع هو المكان اللي اختاره صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد النبوي ليكون مقبرة للمسلمين. هنا دفن 10,000 صحابي، عثمان بن عفان، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير. ملايين من المسلمين دفنوا هنا عبر 1440 سنة. البقيع يعتبر أقدم مقبرة تعمل إلى الآن. البقيع طبعا نظام الدفن فيه هو نظام اللحد، أنه يتم حفر حفرة وبعدين على الجانب المطل للقبلة يتم عمل فتحة ووضع جسد الميت فيها على جنبه الأيمن، ثم إغلاقها بالطوب، وبعدين حث التراب والدعاء للميت.